الثانوية التأهيلية أبي بكر الرازي واحدة من بين 120 مؤسسة تعليمية بمدينة طنجة. تعرف أشغال تأهيل فضاءات المؤسسة، وذلك عبر خلق فضاءات خضراء وتوفير بنيات تحتية لتوسيع العرض التربوي وتحسين مؤشرات التمدرس. هذه الأشغال كان لها الانطباع الجيد بالنسبة لتلامذة المؤسسة. هذه السنة الثالثة ديالي في المؤسسة، وشهدنا مجموعة من التغييرات طبعا الإيجابية اللي حصلت على المؤسسة ديالنا، من حيث الشكل، من حيث عرفنا مجموعة من التغييرات الهيكلية، في حال في الصباغة، في الصبورات، مجموعة من الصبورات اللي تبدلات. الحمد لله انتهينا من المرحلة الأولى التي همت 56 مؤسسة، ساهمت فيها مجموعة من الفعاليات على رأسها القطاع الخاص بنسبة 80%، سواء من خلال احتضان بعض المقاولات لبعض المؤسسات التعليمية أو من خلال تقديم مساعدات عينية، بالإضافة إلى جمعية آباء وأولياء التلاميذ. مدرسة أنشاد بحي بن مكدة صارت اليوم مدرسة نموذجية. معظم حجرات المؤسسة تم تزيينها بجدارية تشكيلية لفنانين من مدينة طنجة، أخذوا على عاتقهم الانخراط في تحسين وتأهيل المؤسسات التعليمية. المحاضرات ما كانوش فيهم كيفوات، وما كانوش فيهم بيبا معوطين، ودابا عوطوهم وعملوا كيفوات وصلحوهم. قمنا بواحد الورش كبير، وهو ديال الصباغات ديال المدرسه ككل، من برا ومن داخل، وصبغنا الاقصى من داخل، وقمنا بالجداريات على الجنبات ديال المؤسسه، واهلنا لبست هنا. مبادرة تأهيل المؤسسات التعليمية بطنجة لإنشاء بنية تعليمية تتوفر على كل المرافق التربوية الضرورية من أجل تشجيع التمدرس وتربية الناشئة على العناية بالمرافق العمومية.